بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، قدم أهالي محافظة صلاح الدين التهانئة إلى العراقيين والعالم بهذه المناسبة، دعينا الله العزيز القدير أن يمن على البلاد بالسلم والأمان والاستقرار، وأن تشهد نهاية معاناة النازحين وعودة الجميع إلى مناطقهم. طبعا احنا اليوم نودع سنة 2019 ان شاء الله على خير، وأمنا بسنة 2020 أنه نقدم العطاء والبناء ومستقبل واعد لعراقنا الحبيب من خلال الجيل الشبابي الواعد اللي يطلع إلى خلق فرص نجاح كبيرة لعراقنا الحبيب ومن تطور إلى تطور. أمنياتنا لعام 2020 أن يعم الأمن والأمان في عراقنا الحبيب، وأن تكون 2019 سنة خير مرت علينا، وإن شاء الله نتوسم خير أكثر بعام 2020 خالي من العنف والتطرف. إن شاء الله الشعب العراقي واحد موحد من الشمال إلى الجنوب. إن شاء الله إن شاء الله، وإحنا مقبلين على سنة جديدة، نقول يا ربي عم السلام والأمن والأمان على بلدنا العراق. العراقيين ناس طيبين، كرماء، ناس تريد تعيش. إن شاء الله الله يهدي الناس عليهم، مثل ما نقول، ما نقول لا أكثر ولا أقل. طبعا 2019 كانت سنة حاملة ب هواية أمور كانت تخص المحافظة والشعب العراقي. إن شاء الله احنا عدينا هاي السنة على خير وسلامة، نتمنى سنة 2020 إن شاء الله تكون أفضل من السابقة، أفضل من السنوات السابقة، لأن اليوم الشعب العراقي واعي، اليوم احنا مقبلين على جيل جديد، على سنة جديدة، إن شاء الله نشوف الأفضل والأفضل من قبل الحكومة المحلية والحكومة المركزية. والله إن شاء الله يعم الأمان والاستقرار بالعراق، إن شاء الله هاي أهم أمنية يعني، وإن شاء الله تكون أيام حلوة ويعم الأمان بالعراق كله إن شاء الله. بدي أتأمل على 2020 يتعدل الوضع بالعراق وتكون الوظائف موجودة ويكون يعم الأمان والاستقرار، يعني هاي أمنية كل واحد عراقي يتمناها. والله الأمنيات إن شاء الله العراق بخير والشعب بخير، وإن شاء الله كلهم بصحة وسلامة، الحمد لله، يعني إن شاء الله سنة خير علينا. إن شاء الله يا رب يعم الأمن والأمان على العراقيين في العراق أولا، وفي الأمة العربية ثانيا، وعلى المسلمين ثالثا، ونقول إن شاء الله سنة خير على الجميع يا ربي، وكل عام والجميع بألف خير. نتمنى بالبداية الأمن والأمان لبلدنا، وإنه يخرج من هذا الأزمة اللي جاي يصير، وإن شاء الله يا ربي سنة خير على العراق وعلى العراقيين، ونتمنى السعادة للجميع إن شاء الله. كل عام وانتم بخير بحلول عام 2020، يا رب إن شاء الله عام خير وسعادة على الشعب العراقي من شمال الجنوب، ونتمنى يا ربي أن الحكومة تلتفت عاد هالشعب هذا المظلوم الكافح وجاهد على مدة هالسنين كلها هذه، ويا ربي الازدهار والإعمار، وشوية الشباب عينكم عليهم تعيينهم خطية درسة وجاهدة وناضلة وهالسنين كلها هذه. طبعا كل عام والشعب العراقي بخير، وكل عام الشباب العراقي كلهم بخير إن شاء الله. طبعا كانت سنة 2019 شوي بيها متاعب يعني للشعب العراقي، وتعبوا وهواي ضحينا بهواي شهداء. إن شاء الله يا رب سنة 2020 تكون سنة خير وسنة حلوة للشعب العراقي أجمعين. أتمنى بالعام الجديد أن يعم الأمن والأمان، وأن العراقيين يشوفون الخير والفرح والسرور، وأن الله يصلح شأن هذا البلد ويهيئ له ناس تقوده إلى بر الأمان. كذلك نسأل الله أن يتعدل هذا العام أفضل من الأعوام السابقة، وأن العراقيين يرتاحون وكافي خراب ودمار. هذا أملنا بالعام الجديد إن شاء الله. كل عام وانتم بخير، كل عام بلدي بألف خير، كل عام وكل شبابنا وكل أهلنا وكل أمهاتنا وكل آبائنا بألف خير. أمنياتي أول أمنية، مو بس أني، لأي مواطن عراقي، هو الأمن والأمان. أمنياتي أنه الله يحفظ شبابنا ويخلي أمهاتنا وآبائنا، الله يا ربي هذا الشعب وهذا البلد فرحة. هاي أكبر أمنية عني، أشوف بلدي فرحان، أشوف بلدي من أحلى إلى أحلى، ما أشوف بس بلد العالم وتحصر ليش هذا هيك وأني لا. إن شاء الله يا رب سنة الأخ بلدي أحسن، الوراء أحسن وأحسن وأحسن. والله نتمنى إحنا إن شاء الله نكمل دراستنا ونتخرج ونلقى التعيين إن شاء الله قدامنا. وحقيقة اليوم إحنا نهنئ العراقي العالم جميعا والعراقيين كذا بشكل خاص ببدء العام الجديد عام 2020، ونتمنى أن تكون عشرينية مليئة بالحب والانتماء ونبذ كل ما يشين المجتمع ومزق المجتمع. واليوم حقيقة الناس بحاجة للحب، بحاجة للانتماء، بحاجة للتسامح.